السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 5 اختراعات مذهلة لطائرة من دون طيار. رقم 1، طائرة عدام الجاذبية. التصميم الأخير. رقم 2، شماو درون. هل سبق لك وأن تخيلت الطائرة الطنان بين إصبعيك؟ اليوم نقدم لكم أصغر كاميرا في العالم، فيبلغ حجمها 2.56 إنشا فقط بوزن يبلغ 40 جراما فقط. يعمل شماو كالطائر الطنان، ومن خلال اتصال الواي فاي سيكون شماو في تحكم قبضة يديك ليعطيك أي رؤية تريدها. وبنظام فعال، شيماو لديه القدرة على الحساسية العالية والاستقرار والتوازن الآمن، كما أن هيكله قوي جدا فلا يتأثر بالصدمات حتى بعد آلاف الصدمات، وتبلغ جودة التصوير به 2000 ميجا بكسل فائقة الوضوح. تستطيع أيضا التحكم بطريقة طيران شيماو، فيمكنك رسم خط طيرانه. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مجس الجاذبية ستستطيع التحكم ثلاثي الأبعاد في الكاميرا عن طريق هاتفك الجوال. رقم 3، طائرة البطل الطائر. رقم 4، طائرة كودرون نانو ذاتية القيادة. هذه هي طائرة كودرون نانو ذاتية القيادة، الطائرة الأكثر قوة وفعالية وذكاء والأرخص ثمنا على الإطلاق. حجمها بحجم كف اليد، وتلتقط صورا بجودة 4K بجودة 1080 عالية الدقة والوضوح بتصوير بانورامي مذهل. كما تستطيع التحكم بها عن طريق الهاتف الذكي الخاص بك، ووزنها الخفيف يعطيها حرية الحركة أن تتبعك أينما ذهبت، كما أنك تستطيع أن تضبطها على تتبعك فتلتقط لك أروع الصور ومقاطع الفيديو. فمجسات السونار والأشعة تحت الحمراء تجعلها تطير وحتى في المنزل. رقم 5، طائرة بيتا ذاتية القيادة. الطائرة ذاتية القيادة لحماية المنزل وتأمينه، إنها محورية وسهلة الحمل. تتميز ب15 دقيقة من الطيران المتصل، وتعطي جودة ب 4K 30 FPS، وبها GPS، وتستطيع تتبع العودة للمنزل بمفردها. تستطيع التحكم بشكل الطيران إن كان دائريا أو بانوراميا أو تصويرا بطيئا. تحقق بيتا كل رغباتك في غضون ثوانٍ، فلديها أكثر من طريقة للطيران، وهي سهلة الحمل لتأخذها معك في أي مكان، كما أن تشغيلها للطيران لا يتطلب منك سوى ضغطة زر. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة. دمتم بخير.